راقي. من المواضيع اللي بتحكي فيها طبعا احنا قرينا بالجرايد ان الفنان حسن البلام راح يكون من ضمن طاقم مسلسل عساكم من عواده حق الفنانتين الكبيرتين الرائعتين سعد عبد الله وحياه الفهد. طبعا هو العمل مو من انتاجهم، من انتاج شخص ثاني اعتقد هو عامر الصباح. فجاه اللي ما حد يعرفه ان حسن البلام انسحب من العمل، انسحب لاشياء خاصه يعني طلب اجر مبالغ فيه، معناه كان قابل. انا ما اعرف طبعا حسن هو من حقه ويستاهل، بس يعني اعتقد هذه الفرصه ما راح تكون سانحه كل يوم عشان ان الفنان يغذي تاريخه الفني. يعني الناس تتمنى مشاهد، يعني شوفوا عالدنيا السلام لما نشوف زهره خرجي حلقه بدريه بدر، لما احنا نتذكرها بدريه بدر، وعبير الجندي الله يذكرها بالخير كانت ويانا الحلقه اللي طافت انه ماخذه دور يعني دور زوجه شرقان، كانت مدام شرقان في على دنيا السلام. العجيمي ايضا اشتغل فيه. يعني الانسان يتنازل عشان انه يسوي تاريخ حق نفسه. يعني كم واحد اخذ فرصه انه عشان يمثل مع عبد الحسين في سيف العرب، طبعا بغض النظر عن الزمن اللي طلع فيه، يعني مثل مشار بلام في سيف العرب وهذا وايد نجوميه، بس يعني ما ادري هي يعني جماعه هو اللي صار كالاتي. هو ما ادري، انا مرات احس انه حسن قاعد يطلب المبلغ هذا عشان يقولون ما نبي. نفس الشيء انا ما وصلني انه هو طلب في، وبعدين لما قالوا له تعال او ما شنو كنا مكان طلعت زكريا طلب 1000 دينار. هو يستحق امانه في العرض، بس يعني عدد الكراسي محدود في كيفان، واعتقد ان العالم يعني سعر التذكره ايضا محدود، يتحكم فيه مجلس الثقافه والفنون والاداب. فمو انت يعني انت مو قاعد في مصر، يعني اي فنان مو حسن البلام انت مو قاعد في مصر، يعني انا يعني انت مو قاعد في مصر، حتى مصر عندهم مسارح يعني في كراسي، يعني في اذا انا ادفع مبلغ زياده عن اللزوم انا شلون اسدد؟ مو في غيرك، وانت ما حتطلع بروحك، ما حتسوي عرض ون مان شو، انت محتاج فنانين حواليك. يعني اذا انا ادفع لك 1000 وادفع حق فلان 2000 وادفع حق يعني صعبة. فأنا هو طلع اللي وصلني إنه هو طلب 1000 دينار، يعني يعني 30 ألف كويتي، يعني 1000 دينار، يعني يقول لي نايف عشان لا أحد يقول لي لا نايف قاعد يقول لي 21 ألف جنيه. وايد هذه الألف يعني 21 ألف جنيه. فقالوا له صعبة، هم قالوا له اكيد مو سعد وحياه لانه مو هم منتجين يعني. فوايد هو مو وايد على حسن البلام، بس كل واحد عنده ميزانيه، اذا انت بتاخذ اجر نفس اجر ابراهيم الصلاوي يعني. فما توفق، يعني طلبه لم يحصل، يعني ما نال على الموافقه فانسحب. قال والله لا عذرنا، هو عقدتهم بين البايع والشاري يفتح هو. اذا انا واحد انا ادري مثلا هو ياخذ مثلا حل كثر وقد اشوف كيفه، يمكن هو متعود على قناه الام بي سي يعني يدفعون مبالغ كبيره، يجوز. يمكن هو حاط باعتبار انه يشتغل منتج منفذ، يجوز. يمكن كان حاط باعتباره انه يبي يشتغل مع العمل اللي كان مفروض انه يصير بين ناصر القصبي وعبد الحسين عبد الرضا في الام بي سي، وانا اعتقد انه كان عندهم اجتماع قبل اسبوع، وانا على حسب معلوماتي انه فشلت السبل بالاقناع بهذا العمل بسبب شروط ابو عدنان. فشكله ابو عدنان راد تلفزيون الكويت، ما يظهر يعطيها بتلفزيون الكويت، ما حد يقدر يعطيها. طبعا شروط وايد كثيره. عموما يستاهل بوعدنا شيخ الفنانين، واذا هو ما اخذ منو راح ياخذ؟